في بعض الأحيان كل شيء واجد إلا السيد اللي يعطي رخصة بداية الإنتاج قال نشوف ومازال ورجع غدوة ورجع بعد غدوة ورجع كذا. يعني هذه كلها علامات انحطاط 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 رهيب ما يخص تصرف الاقتصاد نتاعنا. ملايير دولارات تصرفت في مصانع في آخر يجي ان بيروقراط قال رخصة نعطيها لك روح الشهر الجاي نعطيك الرخصة. يعني فهم روحك ادفع. كل شيء ماشي بالرشوة. وهنا نقول راه فيه مكتب خاص بالنسبة لوسيط الجمهورية اللي راه يشتغل مباشرة معايا. كل ما هو مظلوم من هذا الطراز هذا من هذا الظلم هذا ماذا بيا فورا يتصلوا بالوسيط الجمهورية ونشوفوا شكون اللي عنده الحق.